مرحبا بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من لم الشمئ لليوم معي أنا وآسيا. مرحبا آسيا. مساء الخير يارا. مساء الخير مشاهدينا. إلى العنوين. منظمة سامز تفتتح مستشفى خاصا بكورونا في إدلب. واللشمانية تغزو مخيمات المهجرين في الشمال السوري. وفي أهالينا نجاحات الطلبة السوريين تتوالى في دول اللجوء. أول أخبارنا لليوم من إدلب، حيث قال مخبر التحليل الوبائي في إدلب إن عينات فحص كورونا بلغت 2300، جميعها كانت سالبة. وفي السياق ذاته، كشفت التحليلات والفحوصات في مدينة عزاز عن خلوها من الإصابات بعد الاشتباه بحالة إصابة تم التأكد أنها سالبة، وفق ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا. رغم هشاشة القطاع الصحي في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، إلا أنها بقيت خالية من أي إصابة بكورونا، ولكن بعض المخاوف ما تزال عند الأهالي والأطباء، ما دفع منظمة سامز لإنشاء مشفى خاص بالفيروس. يارا، أرسلت الأمم، أو عفوا هذا تقرير، بعده نرجع أكيد. لا تعني هشاشة القطاع الصحي في المناطق المحررة هشاشة الصحة بالضرورة، فرغم ضعف المنظومة الطبية بفعل قصف النظام المتعمد للمشافي، إلا أن شمال غرب سوريا بقي خالياً من فيروس كورونا حتى الآن. ولكن للناس هناك ثمة مخاوف مصدرها معابر النظام. سابقاً نحن كنا مطمئنين الحمد لله رب العالمين عدم وجود أي إصابات في مناطقنا، بسبب أنه المعابر مع مناطق سيطرة النظام كانت مغلقة بشكل كامل. بهالفترة هاي صار فتح عدة معابر المناطق الشمالية، مناطق الدرع، فهالشيء هذا صار يسبب لنا شوي قلق، يعني خوف من انه تتسرب الاصابات من مناطق، من الناس اللي عم توارد من مناطق سيطرة النظام الى مناطقنا. وللاطباء ايضا مخاوفهم، فماذا لو اخترق الفيروس العابر للحدود مناطق شمال غرب سوريا؟ تستعد الجمعية الطبية السورية الامريكية سامز للسيناريو الاسود، وتتخذ خطوة استباقية بافتتاح مشفى الزراعة في إدلب والمخصص لعزل مصابي كوفيد-19 وعلاجهم، محاولة في الوقت ذاته ترميم حزمة الخدمات الصحية. فنحن في عنا مناطق في 4 ملايين إنسان أصلاً فيها نقص بالخدمات الصحية، فأصلاً يعني بشكل عام نحن كنا قبل الكورونا نعاني وننادي بضرورة دعم القطاع الصحي بمناطق شمال غرب سوريا وإدلب، لأنه في نقص بالخدمات الصحية، مشافي والمنشآت أعداد بالعشرات تدمرت. فمناطق شمال غرب سوريا تعتبر مناطق هشة جدا من الناحية الصحية، ووصول الفيروس هو الحقيقة كارثة. يعني عمليا نحن عندنا 20 سرير مع 20 منفسي مع الأجهزة الملحقة فيها. العناية المتوسطة أيضا تحوي جهازين غسيل كلي. في حال حصول قصور كلوي عند مريض الكورونا يتم غسل، إجراء جلسات غسيل كلوي في ضمن المشفى دون الحاجة للانتقال إلى مشفى آخر. طبعا الكادر هو كادر مدرب تم خضوعه لسلسلة تدريبات مستمرة حتى اللحظة. مع استحالة تطبيق قواعد التباعد المكاني أو ارتداء الكمامة أو التعقيم المستمر في المناطق المحررة،
لا يزال الصفر هو سيد الموقف لجهة عدد الحالات المصابة أو لجهة الإشغال في المستشفيات، وهو ما يتمناه الأطباء والأهالي على السواء في اختبار كورونا الصعب. الآن آسيا أرسلت الأمم المتحدة يوم أمس الأربعاء 49 شاحنة محملة بمساعدة إنسانية إلى محافظة إدلب عبر الأراضي التركية. وقالت وكالة الأناضول التركية إن المساعدات الأممية دخلت إلى إدلب من معبر جيلا وجوزو بولاية هاتاي جنوب تركيا. خرج معلمو بلدتي أبو حمام والكشكية في ريف دير الزور الشرقي بمظاهرة صباح اليوم في مفرق القهاوي للمطالبة بإقالة الفاسدين في المجالس المحلية التابعة لقصد. وطالب المعلمون بزيادة رواتبهم على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي. وأفادت صفحة فرات بوست إن رئيس مجمع الفرات التربوي أحمد العبد الراوي قام بمحاولة قمع للمظاهرة وتفريقها. خفض نظام الأسد سقف مخصصات العائلات من الخبز وفق البطاقة الزكية أو الذكية عفواً من 4 إلى 3 ربطات يومياً للعائلة الواحدة في محافظة دمشق. يأتي ذلك عقب اقتراح سابق من اللجنة الاقتصادية التابعة للنظام يقضي بتخفيض نسبة بيع الخبز من 3% إلى 2% وخارج البطاقة من 10% إلى 7%. ذكرت صحيفة تشرين التابعة للنظام أن مجلس المحافظة كان قد وافق على تفعيل أكشاك بيع الخبز في المناطق الريفية وإعادة المخصصات للأفران الخاصة، وفصل بطاقات الريف الذكية عن المدينة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي يونس كريم. مرحبا بك أستاذ يونس. أهلا بك. مرحبا حضرتك والمشاهدين الكرام. بالبداية لو نعرف منك يعني السبب الذي يقف وراء هذا القرار. أولا القرار ليس جديد بصراحة، لأن القرار هو كان متخذ من العام الماضي بالاستيراد ما مقداره 100,000 طن من القمح على 3 دفعات، كل دفعة 200,000 طن. إضافة إلى أنه القرار بحد ذاته يعكس فشل النظام بإمكانية شراء القمح من مناطق الإدارة الذاتية من جنوب سوريا اللي امتنعوا عن البيع لأسباب عدم ثقة بالنظام بأنه قد يتصرف بكمية القمح لتأمين القطع الأجنبي اللي هو محتاجة، أو حتى الضغط عليهم بالملفات السياسية، فهم أرادوا استخدام ذات سلاح ضد النظام للحصول على تنازلات سياسية حقيقية مكتوبة لصالحهم، سواء الإدارة ذاته، أنا هنا حظ بدقة الإدارة ذاته، أو سويداء التي تخاف من حصار اقتصادي بأي لحظة للمناطق بسبب حالات الاحتجاج على سياسات النظام. إضافة إلى أنه في بعض الميليشيات التابعة للجهات المتقاتلة على الساحة السورية كالجبهة الشامية اللي باعت كميات ضخمة من القمح ما مقداره 700,000 طن إلى الشركات التركية للحصول على القطع الأجنبي أو للحصول على الدولار بهدف تمويل الذات لحركته والحصول على الإسراء الغير مشروع. إذن هذا هو السبب وراء إعلان النظام عن استيراد كمية 200,000 طن من القمح من روسيا، على الرغم من يعني دائما في إعلانات أو تصريحات بتقول إنه هنالك وفرة بالقمح في سوريا. طبعا هذا السنة كان في فعلا وفرة كبيرة بالقمح، الإدارة الذاتية امتنعت عن وأجبرت الفلاحين على بيع القمح لصالحها دون النظام. النظام لم يستطع شراء القمح بمناطق الإدارة الذاتية، نحن نتكلم الآن عن 21% من مساحة سوريا، عن أكثر من نصف الإنتاج السوري بمنطقة الإدارة الذاتية، لم يستطع النظام الحصول على القمح منه. إضافة إلى المناطق جنوب سوريا، كما أن القرارات الارتجالية لعدم توفر أجنبي لدى النظام وحتى القدرة على شراء هذا القمح والخوف من أن
كمية الأموال التي سوف يضخها لشراء القمح سوف ترتد لمزيد من الضغط على القطع الأجنبي وعلى الدولار أيضا، هذا عامل هام جدا لشراء القمح. وبالتالي يعني كل هذه المعطيات التي ذكرتها حضرتك كيف ستنعكس اليوم على الشارع؟ يعني شو الحلول البديلة للمواطنين؟ صراحة هو النظام حاط بباله هذا الانعكاس، بأولا برفع الدعم. الآن نحن نشاهد كل مرة تخفيض الكمية المدعومة من القمح أو بشكل نهائي المنتج وهو الخبز. الآن تخفيض كمية ربطة الخبز، عدد الأرغفة، رفع سعر ربطة الخبز، وبالتالي هذا الأمر يقود بالنهاية قبل نهاية العام أنا أتوقع أنه يتم رفع الدعم عنها، وبالتالي هذا الأمر سوف يغير سلوك الغذائي للمواطن، خاصة نحن السوريين يعني نستخدم الخبز للشبع، يعني صحيح. نحن ما نستطيع أن نأمن اللقمة بسبب ارتفاع أسعار الغذاء، نأكل الخبز لنشبع حقيقة مع كل المواد الغذائية، نضع الخبز لكي يشبع الإنسان السوري بسبب الانهيار القدرة الشرائية، وفرة المواد الأخرى، وفرة المواد الغذائية الأخرى، وبالتالي هذا الأمر سوف يقود إلى رفع فاتورة الغذائية على المواطن، وبالتالي سوف يزداد الضغط، وبالتالي تزداد تغيير الأولويات لدي. الآن نحن 93% من الشعب السوري هو تحت خط الفقر، لا أعلم ماذا سوف يستغني لكي يؤمن ربطة الخبز. طيب يعني ما عاد عنده شيء يستطيع يستغني عنه. تفضل. اليوم عم نشوف قرار له علاقة بالخبز، عندنا سيزر نحن بالبلد، عندنا يعني أيضا مساعدات غير موجودة، هنالك تخلي روسي وهنالك أيضا انهيار لبناني، وبالتالي ليس هنالك قطع أجنبي في البلد. هل كل هذه العوامل يمكن أن تؤدي إلى صدور قرارات أسوأ، يعني تؤدي إلى مظاهر مجاعة ربما في سوريا على المدى القريب؟ هذا ذكرت على ببرنامجكم لأكثر من مرة ببداية العام هذا، إنه نحن على أبواب مجاعة، ليس بسبب قانون سيزر. نحن لا نشتري القمح من أمريكا أو كندا حتى نقول والله إنه نحن راح قانون سيزر راح يأثر علينا، نحن نشتري من روسيا حليف النظام، لكن روسيا الآن لا تبيع النظام بسبب عدم توفر القطع الأجنبي، بسبب سياسات النظام الارتجالي، وأنا أتوقع أيضا سوف يستمر بهذه السياسات وبسياسات الصراع مع رجالاته مع حلفائه ورجالاته، وبالتالي الآن المواطن حتى روسيا البارحة وقفت وصول مساعدات الإنسانية للشعب السوري، وبالتالي نحن الآن نتوقع كل شيء، نتوقع فعلا المجاعة تضرب سوريا بقوة، وخاصة مع الانهيار القطاع الصحي، وبالتالي والقطاع الغذائي أيضا ينهار، وبالتالي المواطن الآن لا أعلم شو اللي بقي عنده، يعني الله يصبر الناس أكيد اللي بالداخل عسكرة. نحن أمام كارثة على ما يبدو. شكرا كثير لك الخبير الاقتصادي يونس كريم على المعلومات اللي قدمتها. شكرا جزيلا لك. إلى موضوعنا الآخر، طالب اللاجئون السوريون في لبنان مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإعادة النظر في لوائح العائلات التي تحصل على المساعدات، خصوصا أن هناك عائلات محتاجة أكثر من غيرها. وأفادت مراسلة تلفزيون سوريا في لبنان نقلا عن اللاجئين أنه توجد عائلات تعيش تحت خط الفقر، وضعها مزر ولا تصلها أي مساعدة من المفوضية. أفاد ناشطون حقوقيون لتلفزيون سوريا أنهم يعملون على تنظيم وقفة تضامنية جديدة مع قضية الطفل الذي تعرض للتحرش والاعتداء الجنسي في منطقة سحمر البقاعية في لبنان. وأوضح الناشطون أن الوقفة ستكون أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة، وستضم عددا كبيرا من المشاركين للاستمرار بالمطالبة بنقل الطفل إلى خارج لبنان وتقديم العلاج اللازم له. أكد والي غازي عنتاب التركية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بين السوريين في الولاية يقارب الصفر، ولا يمكن تحميل أي طرف من أطراف المجتمع مسؤولية انتشار الوباء. وأضاف الوالي أن السبب الرئيسي للانتشار هو عدم الالتزام بالقواعد والقوانين المفروضة
التي تشمل المسافة الاجتماعية وارتداء الأقنعة الصحية والنظافة، موضحا أن السوريين يلتزمون بكل القواعد، ولهذا السبب فإن عدد الإصابات بينهم قليل جدا. استأنفت دائرة الهجرة التركية في مدينة غازي عنتاب أمس تحديد مواعيد إجراء مقابلات السوريين المتقدمين للجنسية الاستثنائية في الولاية عبر رسائل نصية وصلت للمرشحين بعد إيقافها لمدة 6 أشهر بسبب كورونا. وتعتبر المقابلة الشخصية مع الوالي بمنزلة المرحلة الثانية للحصول على الجنسية، حيث تشمل المرحلة الأولى تقديم الأوراق الثبوتية الرسمية من قبل المرشح الذي يتم اختياره بناء على شهادة دراسية أو إقامة عمل. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا الصحفي عبد الله سليمان أوغلو. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء النور لكم ومشاهدي تلفزيون سوريا. أهلا بك. بالنسبة للملفات القديمة، هل هنالك أي تغيير بالاطلاع عليها؟ يعني في حركة هاليومين بالنسبة للملفات القديمة، يعني في عدة مجموعات معنية بالجنسية الاستثنائية، عم شوف انه الناس صارت تبارك لبعضها بالفعل في انتقال خاصة من المرحلة الخامسة للمرحلة السادسة. وأيضا مثل ما ذكرت بتقريركم بدأ مقابلات الولاية بالعودة مجددا بعد توقفها خلال شهر آذار الماضي. آخر مقابلات تقريبا تم بحوالي بداية آذار 2-3 آذار، لكن توقفت بسبب كورونا. والآن اعتبارا من 3 أيام تقريبا بدأت الرسائل بالورود. من يوم أول امبارح تقريبا بلشت المقابلات، واليوم تمرت أيضا. متوقع أنه خلال الفترة يخلصوا من التراكم القديم، الناس اللي سلمت ملفاتها صار لها أكثر من 4-5 أشهر، أنه تساوي تخلص من المقابلات ويمكن يبدأوا باب استقبال أضابير جديدة كانت أسماءهم جاية سابقا لكن ما استكمل أوراقهم أيضا توقف في دارة لجنة استقبال الملفات. نتأمل أنه يكون في حركة بكل المراحل. طيب. ونتأمل أيضا أنه يجي يكون في أسماء جديدة، إذا خصوا من الملفات القديمة بالتأكيد راح يكون هناك أيضا أسماء جديدة للجنسية. طيب الثانية. أستاذ عبد الله، سمعنا بفترة من الفترات أنه بالمناطق الجنوبية هناك اعتباطية بإعطاء الجنسية للسوريين الموجودين بالمنطقة، يعني كثير بنعرف ناس لا تملك شهادات أخذت جنسيات، فهل في تنظيم اليوم بملف الجنسية أكثر من السابق؟ الحقيقة هي ما في معايير واضحة يعني تم الإعلان عنها من قبل الحكومة التركية، وأن المسؤولين قالوا أنه في أولوية لبعض الفئات مثل الياقات البيضاء كالأطباء والمهندسين وأصحاب الشهادات الجامعية أو أصحاب الاستثمارات وزونات العمل وأصحاب الشركات. لكن بالتطبيق العملي حقيقة مثل ما ذكرت في كثير فئات ربما لا تحمل أي مؤهلات إن كانت دراسية أو مهنية. هو إجمالا بالمناطق الحدودية فعلا نسبة يعني الحصول على الجنسية أكبر؟ بالتأكيد، يعني هي يمكن أكثر نسبة يعني خلال مشاهداتنا هطاي، مرسين، عنتاب، فيها ربما كمان هذا عائد لأنه نسبة السوريين الموجودين ربما أكبر، لكن قياسا على اسطنبول هي أكثر مدينة مثلا فيها سوريين، لكن نسبة على جسم الجنسيات يمكن في الولايات الجنوبية بالتأكيد أكثر. طب وبالنسبة للناس العالقين بالمرحلة الرابعة من 2019، شو الحلول أمامهم؟ يعني إذا إلى اليوم ما في أي خبر عن الموضوع، بيقدروا يراجعوا حدا؟ بيقدروا؟ تفضل. بالفعل هي مشكلة، يعني في ناس على القانون يمكن من 2017 بداية 2017 قدموا 2016 وما زالت ملفاتهم عالقة. هلا من خلال يعني مخالطتنا مع الناس الملفات واقفة، هلا بالإمكان إنه حدا يوكل محامي ممكن يروح على إدارة العامة للهجرة يكشف على الملف، يعني حين عم بتصير في أوراق ناقصة أو في مراسلات مثلا تم إرسالها من قبل إدارة العامة للهجرة لباقي المؤسسات الدولة إن كان الأمن أو إن كان محكمة مثلا، فعم يتأخر الإجابة لفترة طويلة، أحيانا سنة مرسول مثلا مبعثة مراسلة من إدارة العامة للهجرة لإدارة الأمن إنه هذا في شيء عليه إشكالات أو في كذا، ما جاي أي رد. فلذلك التسريع أحيانا بردود المؤسسات الرسمية بالمراجعة الشخصية، إذا واحد عرف إنه بالفعل هيك مراسلة عم يتم انتقال الملف من مرحلة لمرحلة أخرى. نعم.
يعني هلا سمعنا انه كمان في بمدينه مرسين ايضا عم بيتم ارسال رسائل للمقدمين على الجنسيه. نعم، يعني حقيقة مثل ما قلت المعايير غير واضحة وكل ولاية تختلف التطبيق فيها من ولاية لولاية أخرى. هلا بعتاب ما في مش يعني ما في طريقة إنه واحد يتقدم لجنسية في أورفا مثلا. فترة من فترات فتحت البلدية الباب إنه كل شيء عنده شهادة يجي يسجل. مرتين هلا من فترة قريبة جدا إنه أصحاب الشهادات الجامعية يجوا يبرزوا شهادتهم ويسجلوا، رح يتم رفع الأسماء إزالة العام الهجرة. فلذلك لا يمكن التعميم على تطبيق مطبق في إحدى الولايات على جميع الولايات. فكل ولاية لها معايير مختلفة عن الثاني، وحتى في إجراءات جنسية مختلفة. مثلا في عتاب هناك مقابلة مع لجنة يعني مؤلفة من نائب الوالي وعدة مؤسسات ثانية، لكن مثلا في أنقرة ما في مقابلة والي أبدا، في اسطنبول أعتقد ما في مقابلة والي. فلذلك تطبيق الموضوع بين ولاية الإجراءات مختلف بين ولاية وولاية أخرى. نعم. طيب ماذا عن حاملي الإقامات؟ كثير من الناس اليوم عندها كملك وعندها إقامة عمل أو عفوا إذن عمل على الكملك وصار له مثلا 3 سنين، هذا الشخص اللي بيكون مؤهل يعني بيقدر إنه يسأل، بيقدر إنه يرجع لدائرة الهجرة ولا بده ينتظر؟ لأنه كثير بنسمع يعني في وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع. ناس بيقول إنه أنت هن بيتصلوا فيك، ناس بيقول أنت لازم تروح تسعى بهذا الموضوع. صحيح. يعني هو ما بيمنع واحد يكتب لكشة ويبعثها بالبريد لإدارة عامة الهجرة يشرح فيها شو المؤهلات والمزايا اللي بيحملها، إن كان صاحب شهادة جامعية أو صاحب شركة أو عنده رأس مال في البنك، يعني يبرز السعوديات ويبعثها. أحياناً عم ياخذوا بعين الاعتبار هيك أمور إذا كان بالفعل الشخص عنده مؤهلات و يستحق انه تجي الجنسيه الثانيه. لا لازم يحط يعني لازم يبعث كل التفاصيل المتعلقه بعمله وبشهاداته، يعني كانه عم يبعث سيره ذاتيه. تماما يكتب سيره ذاتيه ملخصه ويبرز الثبوتيات، مثلا شهاده جامعيه، تاسيس الشركه اذا كان عنده راس مال في البنك، رصيد في البنك، يبرز كشف البنك وهكذا. احيانا في بعض الحالات بالحقيقه اخذ بعين الاعتبار وبالفعل اجت اسمه، اجى اسماء الاشخاص باول قائمه صدرت بعد تقديم الطلب. بدنا نشكرك كثير على المعلومات اللي قدمت لنا اياها عبد الله سليمان اوغلو، صحفي من عتاب. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا لكم. استقبلت ألمانيا نحو 10,000 لاجئ سوري قادمين من مخيمات اللجوء التركية على مدار الأشهر الأربعة الماضية في إطار اتفاق بشأن اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وفقا لما نقلت صحيفة ديفيلت الألمانية. وذكرت بيانات المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين أن إجمالي أعداد اللاجئين القادمين إلى أوروبا وصل لأكثر من 26,000 مهاجر ضمن الاتفاق الأوروبي التركي. مشاهدينا، مرض اللاشمانيا في الشمال السوري ماذا عنه؟ سوف نعرف بعد الفاصل.